Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we'll discuss chapter 6. According to the book, it's chapter 10, but for us, it's chapter 6. Under the title of Project Analysis. How to handle the uncertainty لما نتحدث عن التحليل تحليل الاستثمارات وتحليل المشروع. We have to deal with uncertainty اللي هي عدم التأكد الضبابية الشك whether the sales will increase or decrease whether the variable cost will follow it or not fixed cost are going to change the tax كل هذه الأشياء the material raw material the price of raw materials could be increased could be decreased This is uncertainty position. عدم التأكد. زيادات الإيرادات، انخفاض زيادة المصاريف. تطلع معي أشياء سيناريوهات كثيرة. فنعتمد على عدة عوامل أو عدة أساليب الـ sensitive analysis. Analysis of the تعريف الـ analysis of the effect of change in sales, cost, etc. on project. على المشروع لو تغيرت المبيعات، حجم المبيعات أو قيمة التكاليف. Its effect on the project. Scenario analysis منه ممكن أكون ال project analysis giving a particular combination of assumption اللي هي ال أكثر من سيناريو لو زادت المبيعات بعشرة في المئة لو نقصت بعشرة في المئة لو يكون عندي more than one scenario simulation analysis estimation of the probabilities of different possible outcomes ندخل في جانب الإحصائي والاحتمالات والبريك ايفن اناليسيس نقطة التعادل اناليسيس اوف ذا ليفل اوف سيلز ات ويتش ذا كمباني بريك ايفن نقطة التعادل هي تكون النقطة اللي لا ربح ولا خسارة there is no profit and no loss at this level we call it the break even point or break even analysis انا بنتحدث شوية عن sensitive analysis بناخذ ايضا البريك ايفن اناليسيس For example, giving unexpected cash flow forecast for Otavia company motors scooter project listed on the next slide. Determine the net present value for the project, giving change in cash flow components using 10% cost of capital. Assume that all variables remain constant, except the one you are changing. When we calculate in the previous chapter, when we calculate the net present value and the chapter before that, when we calculate the present value, firstly, to determine the net present value, we have to know the initial investment. كم قيمة الاستثمار الأصلي and the cash flow اللي بحصلها مدة 5 سنوات 10 سنوات. The initial investment minus the future cash flow, the present value of the future cash flow, we got the net present value. Same as it is here, but here we have to do more steps. In previous chapter, they give us the initial investment. الاستثمار بيقول لي 15 مليون. النت كاش فلو بيقول لي 3 مليون سنويا لمدة 10 سنوات. فأنا بحسب الثلاثة مليون هذه لمدة 10 سنوات. البريزنت فاليو لها. الثلاثة مليون في الوان ماينس الوان بلس ار اس كبير في 10 على الار فراح يطلع معي 18 البريزنت فاليو او ممكن نحسبها 3 مليون على الوان بلس ار اس 1 اس 2 اس 3 اب تو 10 لمده 10 سنوات ونجمعها هناك راح يطلع معي 18000 ماينس اللي هي قيمه الاستثمار اللي دفعتها 15000 او مليون وكيفر بلس البريزنت فاليو للفيوتشر كاش فلو بلس هنا راح استلم 10 ثلاث لمده 10 سنوات لما بضربها ال 10 في 33 لكن قيمتها الحاليه لان راح استلم 10 بعد سنه و10 بعد سنتين وبعد ثلاث فكل هذه قيمتها البريزنت فاليو فور ات ناو 18.42 اذا راح ادفع 15 الان واحصل على ما يعادل 18 عندي ال البريزنت فاليو 3000 موجبه النت بريزنت فاليو 3.42 is positive so according to our criteria we accept the positive projected and
ريجكت ده نيجاتيف نت بريزنت فاليو بروجكت. اي مشروع البريزنت فاليو او النت بريزنت فاليو موجبه يقبل على اساس انه راح يكون فيه قيمه مضافه فاليو ادد، اند ريجكت اني ون ونرفض اذا كانت سالب. لكن اللي مطلوب الان هنا راح يتغير ان احنا نحسب الكاش فلو، هذا كله حسبناه في الشابتر اللي فات، لكن هاو تو كالكوليت ذا نت كاش فلو. ذا انيشال انفستمنت 15 السيلز كود بي جيفت از اماونت اور از برايس بير يونت، وال عدد الوحدات ممكن يقول لي ان اجمالي الان اريد قيمه المبيعات 37.5 هنا بالمليون طبعا بيحسبها، فممكن يقول لي ان راح نبيع كذا وحده سعر الوحده شيء فلان، راح اضرب عدد الوحدات في البرايس راح يطلع معي الفاريبل كوست نفس الشيء، مرات يعطي لي عدد الوحدات في الوحده الواحده الفاريبل كوست اضربها، الفيكسد انيوال تعتبر سنويه الفيكسد كوست، هذه شبيهه بالانكم ستمنت الى حد كبير، السيلز ماينس الفاريبل كوست ماينس الفيكسد كوست ماينس الديبريسيشن. الديبريسيشن من وين راح اجيبه؟ من ال 15 مليون تقسيم 10، 15 تقسيم 10 ليش؟ لان راح استثمر 15 لمده 10 سنوات، من سنه الى 10 سنوات عمر المشروع، 10 سنوات عمره، فراح اقسم ال 15 هذه على 10 سنوات، اذا سنويا راح يروح منه 1.5 او مليون ونص، هذا الديبريسيشن. اذا 37 ماينس 30 ماينس 3 فيكسد كوست ماينس الديبريسيشن البروفت بيفور تاكس البري تاكس بروفت الربح قبل الضريبه 3. في عندي ضريبه 50% 3 ضرب 50% 3 multiply by 50% it will give us 1.5 tax. لو كانت 10% 3 في 10% 0.3 راح اقول 3 minus 1.5 تساوي 1.5 او 3 minus 0.3 it will be 2.7 التاكس او الربح قبل الضريبه ناقص الضريبه الربح بعد الضريبه الافتر تاكس بروفيت. عشان اطلع الكاش فلو اضيف لها الاوبريتنج كاش فلو الثلاثه. من وين جاي الثلاثه هذه؟ عباره عن Then the operating cash flow, as I mentioned, it's the total of profit after tax plus depreciation. وصلنا إلى أن revenue minus the variable cost minus the fixed depreciation we could then pre-tax minus the tax, the income after tax or profit after tax, الربح بعد الضريبة. الربح بعد الضريبة added to the depreciation. ليش؟ لأنه عبارة عن مصروف غير مدفوع. Depreciation عبارة عن مصروف لم يدفع. طب ليش طرحته عشان ترد مره ثانيه تضيفه؟ طرحناه عشان غرض الضريبه. انا تاكسبل اكسبنس عباره عن مصروف يسمح لي باستقطاعه وبالتالي يقل الربح، لو ما استقطعته هنا راح يكون عندي 4.5. اذا 4.5 في 50% 2.25 راح تكون الضريبه. كل ما حاولنا ان نبعد شيء او مصاريف تستقطع حتى إذا كانت غير مدفوعة زيها زي الـ variable cost أو الـ fixed cost. هذه عبارة عن مصروف دفع عند تأسيس المشروع اللي هي التكاليف الرأسمالية. فالفكرة هنا زي ما خبرتكم الـ profit after tax plus depreciation نحصل على الـ cash flow. الـ cash flow بنشتغل عليها عندي 15. الآن وصلنا للسؤال اللي كنا نتعامل معاه بالشابتر السابق، 15,000 أو مليون initial investment و3 مليون راح تجي لك سنويه لمده 10 سنوات. كم النت بريزنت فاليو؟ نحسب ال 3 مليون هذه كم قيمتها مع ال 15 مليون اللي هي زي ما هي ما راح تتغير خلال ال sensitive analysis as well. Here we have some scenario اللي هي expected وال pessimistic او optimistic. على فرض ان عندي سيناريو الاعتيادي
وأفضل شيء ممكن يصير أو أسوأ شيء. فعندي زيادة 10%، لو زادت 10% حجم السوق أو نقص 10%، وعلى هكذا السيناريوهات اللي ممكن أحطها في تغيرات في السعر. هنحط أكثر من سيناريو على أساس أيضا ممكن نحسب لو افترضنا هنا أن السيناريو الثاني زيادة 10%، برجع على هناك كم كان؟ 37، 37.5، 37.5 في بوينت 10 يطلع معي 3.75. إذا ضفتها 37.5 هيطلع 41.25. على فرض ان في سيناريو ثاني الفاريبل كوست كانت 30، ازيدها 10% ب 3، راح تصير بدل 30 33. هنا ما فيش تغيرات عليهم، راح تتغير بالتاكيد الكاش فلو، النت اوبريتنج كاش فلو راح تتغير، بدل ما كانت 3 صارت 3.38. سو دايركتلي ذا نت بريزنت فاليو ويل تشينج، كنا حاسبينها ب 3 الان صارت 5، على اساس انه في تغيرات في السعر. هذه بالنسبه لي هي you have to do this exercise by yourself. One year you obtain the following data for one year. Year one revenue 43، variable cost depreciation tax. التاكس عبارة عن 30%. Calculate the operating cash flow. ما مطلوب النت بريزنت فاليو، بس مطلوب الاوبريتنج كاش فلو بهذا الشكل. السيلز ماينس الفاريبل ماينس الفيكسد ماينس الديبريسيشن، نفس الفور بس الى هنا الى الاوبريتنج كاش فلو. Again here you are given the following data. هنا ما اعتقد ان في شيء revenue 100 fixed cost، هنا ما كان شيء fixed cost variable cost only. Variable cost depreciation هنا موجودة كلها. Revenue اللي هي sales revenue أو sales. The fixed cost 30، variable cost 50، depreciation 10، tax 30%. Calculate after tax cash flow. Calculate the operating cash flow. نفس الفكرة نفس الديزاين إلى هنا. والإجابات موجودة معكم للتحدث. لازم تطلع معك بالأخير العشرة أو السبعتاعش بالسؤال الثاني. السؤال الثالث مطلوب نحسب الـ net present value. Calculate the net present value. راح نعمل نفس الخطوات السابقة. Project require an initial investment in equipment 90,000 and then require an initial investment عند استثمار 90,000 معدات. Investment in working capital رأس المال عامل 10. You expect the project to produce sales revenue المبيعات revenue 120,000 per year for 3 years عمر المشروع 3 سنوات. You estimate the manufacturing cost. The manufacturing cost هي ال variable cost 60% of revenue. ما أعطى ليها كثير، ما أعطى ليها 60% من الريفينيو 120 في 60% نحصل على المانيفاكتشر كوست او الفاريبل كوست. ذا اكويبمنت ديبريسييتد يوزنج ذا ستريت لاين ديبريسيشن اوفر 3 ييرز راح يستهلكونها على اساس 3 سنوات اللي هي 90,000 على 3 سنوات. And then you projected the firm can sell the equipment 10,000. راح يبيعوا الايكوبمنت هذه اللي مشترينها ب 90,000 ب 10,000. فلما بيجي بحسب الستريت لاين ميثود طريقه هذه في الاكونت 1 طريقه الاهلاك، يعني كيف نحسب الاهلاك على طريقه القسط الثابت؟ الكوست ماينس الريزيجوال فاليو راح يبيعونها ب 10,000، 90 ناقص 10 80 على عمر المشروع اللي هو 3 years راح يطلع لي depreciation. The corporate tax rate 30% and the cost of capital 16.5.
كالكوليت ذا نت بريزنت فاليو 16.5. هنا راح نحتاج لك الاخير هنا لما نحسب الار بريزنت فاليو. الاول راح نحسب كم الكاش فلو تبعنا، وبعدها نحسب اول حاجه نفس الخطوات، وبعدين نمشي للنت بريزنت فاليو. والانسر هنا موجوده معكم. نجي على البريك ايفن بوينت. البريك ايفن بوينت at which the profit equals zero is a break even point. For example, okay, BMW Motors has break even point 85,000 units sold. على فرض ان هذه المنشاه لو باعت 85,000 وحده راح يكون عندهم تعادل الوحدات الايرادات. فعندي نقطه التعادل هنا اللي تتقاطع فيها المصاريف مع الايرادات، مصاريفهم مع ايرادات. من المصاريف النوعين فيكسد كوست والفاريبل كوست، مصاريف ثابته متغيره. والريفينيو طبعا راح يكون بناء على العوائد طبعا. هذه النقطه هنا نسميها البروفت اريا، هذه المنطقه نسميها البروفت اريا، منطقه الربح، وهنا منطقه الخساره. طبعا احنا لما نحسب البريك ايفن بوينت مش الهدف اننا in units sold هنا ال break even points in units as well. احنا نتحدث عن ال break even point من ناحيه ال present value او من ناحيه ال اصلا بناخذ ال accounting break even point في الشكل. نقطة التعادل قلنا مش هدفنا it's not our objective to break even، مش هدفنا ان نتعادل. But this is the point below it, it's a risk area. Above this point is a profit area. يعني لما اجي اقول لك والله انت لو بعت 60,000 وحده راح يكون تعادل عندك، مش الهدف اني ابيع 60,000 وحده، الهدف ان ما ننقص عن ال 60، لان لو نقصنا عن ال 60 راح ندخل بالخساره، واحنا لازم نزيد عن ال 60، كل ما زدنا عن ال 60,000 وحده راح يكون عندي هامش. How to calculate the break-even point either in units or in real أو in amount كقيمة أو ككمية. The break-even point هي fixed cost divided by selling price minus the variable price. تكاليف ثابتة على سعر البيع للوحدة اللي بير يونت minus the variable. أو the fixed cost على contribution أو gross margin. Contribution margin أو gross margin. هنا يطلع معاي لازم ابيع كذا وحده ان يونس، وهنا يطلع معي لازم ابيع بكذا ريال عشان نتعادل. يا اما يقول لي تبيع 60,000 وحده او يقول لي تبيع مثلا 200,000 ريال. This is the break even for you. For example, the financial calculator company process to increase 12 million in new calculator making plant. راح يصنعون الاله الحاسبه هذه تكلفهم 12 مليون. What will that will depreciate straight line basis. الهلاك تبعهم. Fixed cost 3 million per year. The financial calculator cost 10 million. 10 financial calculator cost 10 per unit. لما نتحدث عن ال per unit cost per unit نتحدث عن ال variable cost. لما نتحدث عن ال annual per year نتحدث عن ال fixed cost. تكاليف ثابتة تعتبر سنوية لأنها ما تتغير بالكميات، لكن الفاريبل هي يسمونها تكاليف متغيرة زي الرو ماتيريالز أو العمال اللي بيشتغلون على التصنيع. فلو أنتجت راح تزيد، لو ما أنتجت راح تكون صفر. هذه يسمونها فاريبل كوست. تو مانيفاكتشر أند سيل فور 30 دولار بيرنينج، تباع ب 30 ريال. If the plant lasts for 4 years and the cost of capital is 20%, ما بنحتاج الآن في الأكاونتنج بريك إيفن، الاحتساب الأكاونتنج بريك إيفن، بريك إيفن بوينت، as we mentioned, the fixed cost divided by the selling price minus the variable cost per unit. يعني سعر البيع 30، الفاريبل كوست 20،
20 او 10 كثير وما تو فايند ات ناقص 10 مش 20 عدلتها هنا الفاريبل الفاريبل كوست الفاينانشال كالكوليتر كوست 10 بير يونت فعندي نسميه كونتريبيوشن مارجن الربح بعد او هامش الربح اللي هو سعر البيع ناقص التكلفه المتغيره فقط السيلز برايس ماينس الفاريبل كوست اقسم الفيكسد كوست الفيكسد كوست هنا جاي على نوعين 3 مليون اللي هي الفيكسد كوست اللي معطاه معانا بلس الديبريسيشن الديبريسيشن يعتبر ايضا من الفيكسد كوست التكاليف الثابته بس مش مدمج مع مش ضمن ال 3 مليون فبحسبها من وين جايه 3 مليون؟ من 12 مليون تقسيم اربع سنوات زي قبل شويه لما كنا نتحدث عن 15 مليون تقسيم 10 سنوات 1.5 نفس الشيء 12 مليون لمده اربع سنوات لانه بيعتمدون ستريت لاين وما راح يبيعونه بشيء عشان اقول 12 مليون ناقص كم ريزيجوال على عدد السنوات ما مذكوره فراح اقول 12 مليون ناقص صفر 10 مليون على اربع سنوات صار معي 3 مليون للهلاك بلس الفيكسد كوست للعامه فصار الاجمالي التكاليف الثابته 6 مليون تقسيم 20 300000 يونت معناه لو بعت 300000 يونت لو بعت 300000 يونت راح اكون صفر الربح هنا لو نقدر نسوي ليش لا نسويها في هذه الجزئية إذا بعمل مثلا نريد نعمل كتابة تكست إذا عندي سيلز ريفينيو كم قلنا لو أبيع 300,000 سعر الوحدة كم راح يكون؟ خلينا نحسبها وبعدين اعرضها عليكم عشان نستغل الوقت. هنا حسبناها، اتمنى تكون واضحه. السيلز قلنا احنا نقطه التعادل 300,000 وحده. 300 سعر البيع 30 السيلينج برايس راح تباع ب 30. فلو بعت 300,000 وحده سعر الوحده 30 راح احصل على 9 مليون. الفاريبل كوست مرتبطه ايضا بالوحدات. 300,000 وحده بالفاريبل كوست العشره بير يونت. راح تكون عندي 3 مليون الفيكسد كوست اللي هي 6 مليون الفيكسد كوست 6 مليون هذا الفيكسد كوست الاصليه مع الديبريسيشن فلما اجي اقول 9 مليون ناقص الفاريبل كوست ماينس يطلع لي الكونتريبيوشن ماينس الفيكسد كوست صفر زيرو فهذا مجرد تحقق ان هذا الكلام صحيح انه لو بعت 300,000 وحده او بعت ب 9 مليون وحده راح يكون عندي 9 مليون ريال راح يكون عندي نقطة تعادل، ايش معناها؟ معناها انه there is no profit, there is no loss. How to calculate the breaking point in ريال او in دولار amount كقيمة وليس ممكن قلنا تقول لي انه ابيع 300,000 يونت or you have to sell by 9 مليون ريال. نفس الشيء الفيكسد كوست على الجروس مارجن. على الجروس مارجن كيف اطلع الجروس مارجن السعر ماينس الفاريبل كوست طلع لي الكونتريبيوشن او الجروس مارجن اقسمه على السعر مره ثانيه سعر البيع ناقص الفاريبل كوست على سعر البيع طلع لي نسبه اقسم ال 600 تطلع لي هنا 0.666 فبقسمها او ممكن بدل ما هذه المعادله اسويها ممكن بما انه طلع معي عدد الوحدات 300 اضربها في سعر البيع 300,000 في 30 ريال سعر الوحده اذا 9 مليون فانا بقول لك يا اما تبيع 300,000 وحده عشان تتعادل او تبيع بما قيمه 9 مليون ريال عشان تتعادل وهذا الاثبات هذا الدليل على صحه ما قلناه ايوه صح هذه الجزئية فقط
exercise here the same thing. Solar calculator company proposes to invest 5 million in investment in new calculator. Straight line, we have to do a fixed cost 10 million per year. Calculator cost here, variable cost 5 per unit. سعر البيع السيلينج برايس 20 بدل المكان 30 هنا 20 بدل المكان 10 هنا 5. If the plant lasts for 3 years and the cost of capital 12 مالنا علاقة بال cost of capital. أنا ما بنحسب البريك ايفن بوينت فور بريزنت فاليو فور نت بريزنت فاليو. بنحسب فقط الأكاونتنج. كم عمر ال 3 سنوات؟ هذه المعطيات اللي بنحتاجها عشان تحسبون break even point للاثنين for both للunits and بال amounts او ريال. هذه نهاية الشابتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.